اسبريسو مثل القهوة التركية، إذا تشربه يا أبو غازي كأنك ماكل أربع حبوب كبتاقول. وعلى طول أول ما طلعت من الدمام وأول محطة ولبق عندها، قلت حبيبنا؟ قال نعم. قلت جيب لي اثنين اسبريسو دبل، يعني بدل الأربع ثمان. قال ويش؟ قلت جيب لي اثنين اسبريسو دبل. المرأة على يميني والشنطة الملابس حاطها ورا أنا في السيارة. والله العظيم يا أخواني أول رشفة من اسبريسو أسود قار، أول مرة أشوف هذا اسبريسو زي القار. أشرب أول رشفة، لا والله يوم تغير وضع أبو غازي. الرشفة الثانية يوم بديت أمسك الدركسون بقوة، دريت أن اسبريسو هذا فيه بلاء. الرشفة الثالثة المشكلة أن المدام معي نفس الشيء، ترشف ترشف ترشف. اسمع اسمعوا، والله يا اخواني ما مشيت يمكن 100 كيلو الا المراه يوم انقزت في الكرسي اللي وراء. قلت خير؟ قالت بفتح الشنطه برتب الملابس. قلت رحنا فيها.